أنا مذنبون أنا مذنبون أنا عاصي أنا مذنبون أنا مذنبون أنا عاصي سيدي أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجاهل الذي علمت وأنا الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت والجائع الذي أشبعت والعطشان الذي أرويت والعار الذي كسوت والفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي آويت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في البلاء أنا صاحب أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على باص الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت واستقبلني واستقبلني نحن لا نتحمل ان نسقط من اعين بعضنا البعض لكن لا نبالي من السقوط من عين الله فاستقبلني من عينك فما باليت فبحلمك امهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جلبتني
حتى كأنك استحييتني. استريحي يا اخوان. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطية عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، فالآن من عذابك من يستنقذني، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فوا سوءتا على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنات. وأنتم بهذه الحالة واعذرونا أحبتي إن أوقفناكم وإن أجلسناكم، ولكن هذه الليلة فرصة لنيل غفران الذنوب. إن كانت الذنوب تغفر في مثل هذه الليالي، فما بال من سجد لله عز وجل وهو يعترف بالمعاصي والذنوب بين يديه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. اسجدوا لله أحبتي، اسجدوا لله عز وجل، واستحضروا المعاصي والذنوب وأنتم بين يدي الله عز وجل. قرأت في بعض الروايات أن من استغفر وهو ساجدان غفر الله له الذنب قبل أن يرفع رأسه، فما بالكم وأنتم في شهر الضياف وها أنتم تعترفون بالمعاصي. انظروا إلى عظيم ما صنعتم في حق الله، انظروا إلى جرأتكم، انظروا إلى استخفافكم، واستغفروا بين يدي الله عشرة. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استحضر المعاصي، استغفر الله ربي وأتوب إليه، أعلن التوبة بين يديه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، ابك ندما على المعاصي، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفروا بقلوبكم بروعة، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه.
إلي أستغفر الله أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتي كما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فوأسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى إلهي
بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعف عني وبعلمك بي ارفق بي إلهي. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البير يا عليما بما في السير يا جميل السيد استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واجعلنا من خيار شيعتهم يا أرحم الراحمين. إلهي طالما نامت عيناي وقد حضرت أوقات صلواتك يا الله يا يا إلهي طالما نامت عيناي وقد حضرت أوقات صلواتك إلهي طالما نامت عيناي وقد حضرت أوقات صلواتك وأنت مطلع علي تحلم عني يا كريم إلى أجل قريب فويل لهاتين العينين كيف تصبران على تحريق النار فويل لهاتين العينين كيف تصبران على تحريق النار. إلهي طالما مشت قدماي في غير طاعتك وأنت مطلع علي تحلم عني يا كريم إلى أجل قريب فويل لهاتين القدمين كيف تصبران على تحريق النار فويل لهاتين القدمين كيف
تصبران على تحريق النار؟ إلهي طالما ركبت نفسي ما نهيت عنه فحلمت عنها يا كريم إلى أجل قريب، فويل لهذا الجسم الضعيف كيف يصبر على تحريق النار؟ إلهي ليتني لم أخلق لشقاوة جسدي، إلهي ليت أمي لم تلدني، إلهي ليتني لم أسمع بذكر جهنم وسلاسلها وتثقيل أغلالها، إلهي ليتني كنت طائرا فأطير في الهواء من خوفك، إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان إلى جهنم محشري. إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان إلى جهنم محشري، إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسي، إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان الزقوم فيها طعامي، إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان الحبيب فيها شرابي. أو ينطق بها لساني ليس لي إلا الرجاء منك، فقد سبقت رحمتك غضبك، عفوك 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 عفوك. فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله وسلامك: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الرحيم.